بدري وخرجنا اعلام الاعلام الاخوان خرجوا الاعلام كيقولوا ما درناش الاداره. حنا ساهمنا واتفقنا مع الاداره انه نقصوا التصدير قبل ماتش، ولكن ملي تم اقصاء ديالنا من هذه اللجنه هذه ديال التتبع مع الاساس يعني تم التدبير وصلنا لهذه الوضعيه الكارثيه. كتعرفوا دابا هذه نهار الجمعه عطات لنا 30% من الحصه يعني والو، نهار السبت صفر، نهار الحد صفر، اليوم صفر، وغدا لا لا الله اعلم، بعد غدا الله اعلم. هذا الشيء شنو وقع؟ شنو وقع؟ خصهم يعرفوا الناس انه ستاسيون كتمول السوق، راه 50% ديال المنتوج كيدخل ستاسيون كيمشي للاسواق الداخليه. خصهم يعرفوا الناس اللي كيرعوا هذا القطاع. على الاساس اللي كتحبس ستاسيون كيتحبس كل شيء. إذن أنا كنظن أنني غادي نكتفي بهذا القدر، وكنعطي الكلمة للسي عزيز والسي حميد. شكرا السي خالد. بغض النظر على أنه واحد العدد ديال الفارم اللي تسدوا فيما يخص الجفاف اللي عانينا واحد 4 سنين، بعناه المدخلات الفلاحية اللي هي غالية كلها، يعني أنه ذاك الشيء اللي كان كيتحدث كتمشي زناها حتى هي واحد 20% ديال التي في جميع المدخلات، يعني بحال الا قلنا لهذا القطاع هذا في الشارج ديالو كيفاش الانسان يمشي يستثمر. ها النقطه الاولى. النقطه الثانيه وهو هضر عليها السي خالد، المشكل الكبير والعويص وهو انه دخل واحد الفيروس اللي ضرب لنا اليابس والاخضر. راه كاينين الفلاحه عندهم ما بقات عندهم حتى 50% ديال الانتاج ديالهم، واللي كاين اللي ضرب على 10 نقطه كيجي دابا غير النص ديال داك الشيء اللي كاين. والقضيه الاخرى اللي كنا قلنا وهو الوقت باش غنمشيو في التوازن ما بين السوق الداخليه والصادرات. كنقولوا دائما انه الصادرات راه هي المسؤوليه. الوقت فاش كيكون الواحد متحمس وخدام كيمشي باش يجيب واحد الثمن اللي هو على الاقل كيكوفري لي الشارج ديالو على برا، راه الباقي اللي كيبقى ليه في ستاسيون اللي هو اوركوطا راه كيدفعو السوق الداخليه وكيتباع بثمن اللي هو مناسب. المشكل الكبير اللي قال لي السي خالد اقل ثمن التكلفه. الوقت فاش كنقولوا ثمن التكلفه كنهضروا على 4 دراهم ونص حتى 5 دراهم، يعني انه الا كاين ما بين 150 و 160 درهم ما غادي يضيع لا هذاك اللي باع في السوق الداخليه ولا حتى المستهلك ما غادي تكونش غالي عليه. وفي نفس الوقت ما ننساوش بانه لي زيكار ديال الستاسيونات كاملين راه كيتباعوا 90 درهم 80 درهم حتى 100 درهم 120 درهم، يعني كتكون عندنا لي فيرتيفيكاسيون لي برودوي، يعني عندنا من الى. الوقت فاش كتحبس التصدير ما كيبقاش عندك من الى، كيبقى عندك لا كاتيجوري كلها اللي هي مزيانه، وهذا كيسبب انه يكون اثمنه. وفي نفس الوقت استغلال ديال الثمن ديال المشتريات اللي في السوق. هذوك اللي كيشريو في السوق انا قلنا قال السي خالد راه ما كنحسدوهم شيء، حقهم يخدموا ولكن في هذه الضربيه هذه كنقولوا بانه حنا وطنيين من الى النخاع، حنا بغينا انه بلادنا تدوز بسلاسه وبامان، حنا مع الاستثمارات بلادنا، حنا مع التوجهات الملكيه باش نزيدوا بلادنا لقدام كفلاحه او كذلك كجمعيات، جمعيات مسؤوله بكل ما كلمه من هنا، يعني انه الجمعيات ديالنا الوقت فاش كتكون شي جمعيه الاغلبيه ديال الاوقات كنشوفوا بها انه غادي نقلبوا على المعارضه. ابدا الجمعيات ديالنا دائما كتمشي بعقليه ودراسه الواقع الحالي وكنحطوا ليه الحلول اللي ممكن اننا نخدموا عليها.